كيف ننتصر ونحن نبارز الله بأسوأ أنواع المعاصي والفجور والسرقة والخنا والزنا والدعارة علناً؟ كيف ننتصر؟ ربنا هم ينصرنا كذا. ولذلك عباد الله، إذا أردنا مجداً وسؤدداً وقوةً وضراوةً على الأعداء ورفعاً لراية الإسلام، فعلينا بنصر الله، والله ينصر من ينصره. الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراً، تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً. أما بعد، عباد الله، تكلمنا في الخطبة الماضية عن غزوة اليرموك، وذكرنا ما فيها من مواقف عظيمة وكلمات تستحق الوقوف عندها. وانتهت المعركة بانتصار المسلمين انتصاراً كبيراً، وتوفي آنذاك الصديق رضي الله عنه وخلفه الفاروق رضي الله عنه، فعزل خالداً وولى أبا عبيدة. وذكر من ذكر من العلماء من ضمن الحكم في عزل خالد من الجيش وتولية أبي عبيدة على قيادة جيوش المسلمين لئلا يرتبط الانتصار بخالد ابن الوليد، ولئلا يقول قائل إنما ننتصر بخالد، لأن المسلم ينتصر بالله لا بأحد، والنصر بالنصر، يعني النصر بنصر الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر يكون بالله لا بأحد من الناس. كانت هذه من العلل والحكم التي ذكرت في عزل خالد بن الوليد. وخالد توالت الانتصارات على يده، فحفاظاً على العقيدة وعلى سلامتها عزله الفاروق رضي الله عنه. وذكرنا من ضمن الكلمات العجيبة في تلك الغزوة ما قاله مستشار هرقل، أو بسموه حصي هرقل القيقلان أو القيقار، لما أرسل عيناً أي جاسوساً يستكشف جيش المسلمين. لما عاد الجاسوس قال: رأيت قوماً يقومون الليلة ويصومون النهار. قال: رأيت قوماً هم قيام بالليل فرسان بالنهار، إذا سرق ابن ملكهم قطعوا يده، ولو زنى رجموه. فعلق مستشار هرقل على هذا الكلام، قال: لو كنت صادقا لبطن الأرض خير من ظاهرها، لأن النصر يكون بهذه الخصال والصفات
ينتصر المسلمون بالإيمان والتقوى والصدق مع الله تبارك وتعالى. لذلك لما تكلم الله سبحانه في آيات الجهاد في سورة التوبة قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. لاحظ الآية دي بتتكلم عن الجهاد، الآية البعدية بتوريك اللي بيجاهدوا منه. بعديها طوالي ربنا قال: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ديل اللي بيجاهدوا، هم اللي بيجاهدوا وهم اللي ربنا بينصرهم. عشان كده لما حكى المولى عز وجل في سورة البقرة الجنود لما حصلت لهم الابتلاءات، كل ما يحصل ابتلاء يرجع منهم مجموعة، يحصل ابتلاء ثاني يرجع مجموعة: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه. زول اللي بيتعاطى الحرام والفساد والفسق ما بينصر دين، أعرف المعلومة دي، ما بينصر دين. قال: فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما تجاوزه هو والذين معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لسه ربنا ابتلاهم تاني، وابتلاهم آخر ناس اللي جاهدوا، قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ديل ربنا قال: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله وقتل طالوت جالوت وآتاه الله الحكمة وعلمه مما يشاء إلى آخر الآيات. إذن النصر بنصر الله، ما بالعدد. أقرأ التاريخ، تاريخ المعارك الإسلامية، تاريخ المسلمين. يوم من الأيام ما انتصر المسلمون بكثرة العدد، أبدا ما انتصر المسلمون بالعدة فقط، أبدا. النصر من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا وعد، وعد الله، وده وعد من الله يا أخوانا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الاستخلاف اللي بيبحث عنه الليلة مجموعة من طوائف الأمة، الاستخلاف في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض، اللي بيبحث عنه الليلة ناس داعش، هؤلاء الفجرة يبحث عن الاستخلاف وأساءوا سبيل الاستخلاف. الاستخلاف ما بقتل المسلمين واستباحة دماؤهم، الاستخلاف ما بسبي بنات المسلمين وانتهاك أعراضهن. شاهد الآن على شبكة الإنترنت يسبو نساء المسلمين ويغصبون أمام آباء عنوة وقهرا، ياخذوا بناتهم ويقول لهم: البنات اللي احنا دارنا نديهم للمجاهدين، وده بسموه جهاد النكاح. اي واحد من من الفجر ديل شيلوا بنات المسلمين عنوه يدوا لهم، ده ما في استخلاف بيجي كده. الاستخلاف البنادي به واليوم الاخوان المسلمون بالفسق وبالحرام، خروج لمظاهرات وتبرج واغاني
وموسيقى وفسق ودار يجيبوا خلافة إسلامية. ما في خلافة إسلامية بتجي كده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ربنا استخلف من قبلنا كتار من الأمم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. سبحان الله، لاحظ الكلام ده مؤكد. كيف مؤكد؟ بالوعد في الأول، مؤكد باللام المزحلقة من حيث اللغة العربية، مؤكد بنون التوكيد، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ده كله ربنا جعل شرط في الآية، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما تتخيل الليلة الانتصار بسلاح انت بتشيله بتمشي تقاتل بكافر، ابدا. سلاح وسيلة. الانتصار بالإيمان والتقوى. لما حكى النابغ الجعدي جهاد الصحابة قال وجاهدت حتى ما أحس ومن معي من الناس اللي جاهدوا معه سهيلا يعني النجم إذا لاح ثم تغورا وإنا لقوم مش نحن برانا. قال ما تعود خيلنا، الخيل بتاعتنا، ما تعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفر. خيلنا إحنا قال ما بتهرب ولا بتفز من القتال. قال وننكر يوم الروع يوم الحرب ألوان خيلنا من الطعن. لون الفرس شنو ما نعرفه. قال حتى نحسب الجون أشقرا، الأبيض يبقى أشقر زي القريب للأسود. ده قتال عنيف وشراسة وشجاعة. دي جات من وين؟ بعديها قال لك بيت وراك فيه ده جاء من وين؟ قال أقيموا على التقوى. دي الرجالة من هنا. اتصل علي البارح واحد من القادة وهو ضابط في معسكرات الجهاد في الحدود السودانية، سوداني. قال بعد ما تعلمنا التوحيد، بيحكي لي براو أمس بالليل، قال بعد ما تعلمنا التوحيد بقينا ما بنخاف، لأنه الخوف بيجيبه الشرك لما تجعل مع الله إله تاني. ربنا قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الشرك بيجيب الخذلان، الشرك بيجيب الخوف. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سبب شنو؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. عشان كده النابغ الجعدي قال أقيموا على التقوى. أنا قال زادي تقوى، أنتوا أمشوا وكلوا أي شيء، زادنا قال تقوى. أقيموا على التقوى وما مجبور عليها، ما بيدفعوني ليها، بلزوني لز، ما بعمل خايف من الناس، ما بعمل عشان عين الناس. أقيموا على التقوى وأرضى بفعلها، منطلق من إيمان ومن عقيدة راسخة. قال وأرضى بفعلها وإني من النار المخوفة أحذرا. الزول لما يخاف من عذاب جهنم، لما يخاف من حساب الله، لما يتقي الله، ده لو خرج مجاهد لن يهزم. البراء رضي الله عنه اللي ذكرنا قصته لما جدعوا في حديقة الموت بفوق، جدعوا في حديقة الموت ورفعوه بالرماح وألقوا في الحديقة. البراء رضي الله عنه كان رجلا نحيفا، زول نحيف، شما تقول قاتل النازل بقوة عضلاته. صحابة عندهم إيمان وعندهم تقى، لذلك قال ابن كثير في البداية والنهاية ما صبر
مع الصحابة فواق ناقة. فواق ناقة يعني شنو؟ يعني بين الحلبتين بتاعت الناقة. الناقة بحلبوها الصباح وبحلبوها المساء، ما في عدو بيصبر معاهم الفترة دي، حتى كسروه بالإيمان والتقى. لذلك عباد الله، ربنا وعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يستخلفهم في الأرض ويمكن لهم دينهم ويقويهم كله بجبتين، قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللي احنا نشوف إعلامنا، اسمع الراديو تلفزيون، يجيبوا لك مشهد قبة وضريح، ناس خاشين بيتبركوا بيها بيعبدوا فيها، يقول لك البركة جات في البلد من القباب والأضرحة دي، والنصر يقول لك جاينا من أوليائنا وصالحيننا. ما بننتصر كده، هنكون في مؤخرة الأمم، هنكون نحن مهانين ومقبوحين، لأنه ربنا ما بينصر ذل بحاربه وبعاديه. صالح عليه السلام قال لقومه مقولة جميلة، قال: فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. كيف ننتصر ونحن نبارز الله بأسوأ أنواع المعاصي والفجور والسرقة والخنا والزنا والدعارة علناً؟ كيف ننتصر؟ ربنا هو ينصرنا كذا. ولذلك عباد الله، إذا أردنا مجداً وسؤدداً وقوةً وضراوةً على الأعداء ورفعاً لراية الإسلام، فعلينا بنصر الله، والله ينصر من ينصره. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أود أن أعلق في آخر الخطبة على الحدث الذي ملأ وسائل الإعلام وضجت به الألسن في هذه الأيام، ما أقامته المملكة العربية السعودية من حد القتل على 47 رجلاً من المفسدين في الأرض. وجهت لهم الحكومة تهماً أولها اعتناق المنهج التكفيري، وثانيها الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وتعني بالإرهاب الإرهاب المذموم الممنوع من إرهاب البريء والمسلم، ومن إرهاب حتى الكافر الغير محارب. أما الإرهاب المحمود كأن ترهب العدو بإظهار قوة المسلمين، فهذا محمود في الشرع. عموماً، أقامت السعودية الحد التعزيري على هؤلاء المفسدين من المنتمين لفكر التكفير والتفجير وفكر داعش وغيره من المسميات والروافد الخبيثة التي خرجت من كتاب ظلال القرآن ومن كتاب العدالة الاجتماعية وغيرها من الكتب المفسدة. أقامت الحد التعزيري عليهم، ومن بين هؤلاء شيعي خطر
يسمى بنمر النمر أو نمر باقر النمر، شيعي سعودي الجنسية، أقاموا عليه الحد بالقتل رغم التهديدات التي صدرت من إيران. إيران تهدد السعودية من قتل نمر النمر، وكذلك ألمانيا وغيرها من دول الكفر، وأمريكا تتكلم. ولكن لما وصل الأمر أمام القضاء السعودي أخرج القرار بالحكم عليه بالقتل ورفع إلى الملك، وكان الناس يتوقعون التنازل عن القرار، ولكن أصر على إقامة الحد عليه ويستحق. أنشبوا الفساد ورعوا هذا الفساد وقننوا له، كان مصير يقام عليهم الحد، والحد فيه حياة للناس. ربنا قال ولكم في القصاص حياة، لأنه اللي بيفكر يقتل لما يشوف القصاص بخاف، ما بيقتل تاني. عشان كده القصاص لواحد فيه حياة لناس كثيرين جدا، وحد واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. بيجيب البركة، بيجيب الخير، بيرهب المفسدين. السيف ده بيرهب. لما أقيم الحد، واحد من كبراء الأمريكان من القادة بتاعينهم قال أشعر بالخوف. وانت ما شفت حاجة لسه تشعر بالخوف؟ ديل ما ناسك لسه جايينك. قال أشعر بالخوف، الصدى بخيف، والسيف بحل مشاكل. لذلك قال أبو تمام في قصيدته الطويلة، قال السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده في شفير السيف، في حده الحد الفاصل بين الجد واللعب، بيحسم قضايا. الآن هناك في الأسواق السعودية الصلاة يؤذن لها، الناس يدخلوا للصلاة والمحلات فاتحة، ينزلوا فيها ستارة بس، ما في ذل بيسرق. ليه؟ الحد السيف لما تقطع الأيدي الناس بتتأدب. السلالة مش تخلي دكانك فاتح ولا قروشك في الدكان وتمشي، في جيبك ده عندنا هنا، في جيبك ده بشيلها منك، شرط جيبك وشيلها منك. الحد فيه الحياة، في صيانة الأموال، في صيانة للأنفس وللأرواح، حدود الشرعية. لذلك قال الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ففي إقامة الحدود ضبط واستقامة للشعوب، وفيها نماء وعزة وقوة للدولة الإسلامية. في الزمن القديم أمير يسمى خالد بن عبد الله القسري، وإقامة الحد بتكون زي ما العلماء قالوا على المجرمين المبتدعة اللي بيفسدوا في الدين. خالد بن عبد الله القسري لما، والحديث في البخاري، جاء رجل اسمه الجعد بن درهم يتكلم في القرآن وابتدع، قال ربنا ما كلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا، جابوا يوم العيد. شوف الكلام ده كيف قوة القضاء الإسلامي. يوم العيد خطب خطبة العيد، بعد ما انتهى مربوط جنبه الجعد بن درهم، قال أيها الناس ضحوا ضحاياكم، تقبل الله منا ومنكم، وإني مضح بالجعد بن درهم، مربوط تحت، نزل عليه من المنبر في ساحة العيد فذبحه في منبر العيد. هكذا ترفع أكعاب المسلمين لما يعتزوا بدينهم. ما نسمع كلام الكفار والمجرمين يقولوا ليه تقطعوا اليد ودي وحشية، وليه تقتلوا وده سفك للدماء وهذا وإلى آخره.
عندنا ديننا الإسلامي رحمة، دي رحمة بالخلق كونه يقطع يده، فلما خانت هانت، لما تخون تبقى هينة، ولما تطيع تكون عزيزة. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم اشف مريضنا ورد غائبنا وحل ديننا واكفنا ما همنا يا ذا الجلال والإكرام. وأحد أعمامنا هنا من المصلين معنا في المسجد عنده عملية بعد يومين، يطلب منكم الدعاء. نسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء عاجلا، وأن يبرئه من كل سوء، وأن يجعل له الصحة والعافية في طاعة الله وبره. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.